معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عامر، مشرف ومنور. الله يخليك يا مدير، ده حضرتك أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله خير الحمد لله. طيب، أنا كنت لسه بتكلم قبل ما حضرتك تدخل على طول على الاجتماع المزمع إقامته مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال 48 ساعة، وقلت اتحاد الكرة بالفعل كان مجتمع مع كلاتنبرج من أسبوع مضى. ايه الفرق من الاجتماع الاسبوع الماضي والاجتماع القادم ان شاء الله؟ هو الفرق بس ان الرابطه هتبقى ممثله في النائب احمد دياب، هيبقى موجود لان بتيجي شكاوى كتير على الرابطه، تحول للاتحاد الكره اللي حولها للجنه الحكام، ففي تساؤلات كتير من الانديه بالسياسه اللي مش عليها لجنه الحكام. فده الخلاف الوحيد، ان الرابطه هتبقى ممثله في النائب احمد دياب في الاجتماع. المره اللي فاتت كان اجتماع مجلس اداره الاتحاد مع رئيس لجنه الحكام. طيب، يعني هل الاجتماع اللي كان مع كلاتنبرج الاسبوع الماضي، وانا هقفلها على طول النقطه ديت، بس الاجتماع اللي كان الاسبوع الماضي مع كلاتنبرج ما كانش ينفع اتحاد الكوره يبلغه لرابطه الانديه دون اجتماع اخر؟ لا لا، لازم يبقى موجود ان الرابطه تبقى ممثله، موضوع مهم بالنسبه لها، وهي طبعا صاحبه الحق ان هي ممثله لل 18 نادي، صاحبه الحق ان هي تقول كل المشاكل اللي بتقابلها والمشاكل اللي بتجي لها من الانديه، عشان هي الممثله الشرعيه لل 18 نادي. طيب كابتن عامر، هل حضرتك كاتحاد كوره يعني راضيين عن اداء لجنه الحكام حتى هذه اللحظه ولا مش راضيين؟ والله هي الفترة اللي جاية طبعا هي تجربة لازم نعدي عليها مدة سنة كاملة على الأقل، لأن طبعا الراجل أي حد جاي في بلد مش بتاعته، مش حافظ شخصيات الحكام اللي موجودة، مش عارف الظروف وطبيعة المباريات اللي عندنا، مش فاهم الإعلام والضغوط اللي عندنا، أمور كتير مختلفة عن اللي هو موجود فيها، كل بلد مختلفة عن الثانية. بالتالي هو في الاجتماع اللي فات انا بدات افهم، ودلوقتي الامور كلها في القسم الاول بقى مسيطر عليها، انما بقيه الدرجات كانت محتاج بعض المساعدات لان المباراه مش متاحه، فمش قادر يقيم الحكام في الاقسام الثانيه. طيب كابتن عامر، احنا قلنا هنساعده عن طريق المناطق ان احنا نسجل له اكبر عدد من المباريات بالنسبه للقسم الثاني عشان يشارك كل الحكام. بس انت الفترة اللي فاتت حضرتك تتحدث عن الفترة القادمة، الفترة الماضية ما حسيناش كلنا بالتطوير اللي احنا كنا مستنيينه، مظبوط؟ بس ده التطوير ده موضوع نسبي، اصل مستحيل ان واحد في اربع خمس شهور يقول لك انا طورت الحكام. انما الحاجة الوحيدة اللي انا شفتها يعني لفتت نظري ان في حوالي اربع او خمس حكام من الشباب الصغيرين المباراة بتاعتهم كلها ما كانش فيها مشاكل. ورغم ان هم راحوا مباراة قوية، يمكن مش الزمالك يعني كده، انما كل الاندية الماتشات بقت صعبة، حضرتك شايف المباراة بقت صعبة جدا. ما بقاش في نادي كبير وصغير، كل نتائج عجيبة جدا. مفاجآت كمان شوية لو فضلت على كده كمان جولتين ثلاثة مش هتعتبر مفاجآت بقى. صحيح. شفت ترتيب الجدول، ترتيب غريب جدا، النقط كلها قريبة. صحيح. مباراة 3-3 و2-1 أسوان عامل مباراة قوية جدا. مهزوم من حرس الحدود وقت الوقت الضايع. والحرس كان هو الأحسن في المباراة. في بعض فترات المباراة. فخلاص الأندية كلها دلوقتي ما تقدرش تبص على نادي تقول إن المباراة سهلة. طيب بص يا كابتن عامر، في بداية الموسم كان الحرس مصنف ان الحرس والمقاولين واسوان والداخليه هم اللي هيبقوا تحت في الترتيب. دلوقتي المقاولين شفت ما شاء الله كابتن شوقي عامل شغل غير طبيعي، وجاب محترفين يمكن مش مصنفين انما يعتبروا مصنفين دلوقتي بالمجهود، من احسن المدربين اللي في الدوري بصراحه، والايجابيه صح. فالداخليه عامله مباراه قويه جدا، وعندهم اربع خمس لعيبه الحقيقه على اعلى مستوى. حرس الحدود بدا خلاص دلوقتي بقى ندي لكل الفرق، يمكن البدايه مش موفقه. ورغم امكانيات ضعيفه حرس الحدود اللي احنا عارفينها، انما مقدمين بشكل طيب. طيب
هل كابتن عامر اتحاد الكوره وانت اكتر من اكتر الناس اللي عانيت من انتقادات وهجوم كثيرا رئيسا للجنه المسابقات رغم الشغل الصعب اللي انت بتشتغله دايما في ضغوط مش طبيعيه وفي انتقادات كثيره كده بتيجي عليك، نفس الامر بيحصل دلوقتي مع كلاتنبرج وهو لسه زي ما حضرتك قلت لسه يعني بيتحسس خطواته، هل اتحاد الكوره يحمي لجنه الحكام بالشكل الصحيح بنسبه كبيره ولا الحمايه محتاجه تزيد عن كده لجنه الحكام والحكام المصريين؟ انا برضه موضوع الدعم ده موضوع نسبي، ان هو اول حاجه لازم الحكم هو كل المقومات والامكانيات والقانون بيحميه داخل الملعب. فنمره واحد لازم الحكم يطبق القانون، لازم تبقى شخصيته قويه، لان الحكم ايا كان هو فاهم القانون قد ايه ولياقته البدنيه عاليه، بدون شخصيه قويه المباراه هتفلت منه، فبالتالي هيتعرض لضغوط سواء للجمهور او من على الدكتين اللي بره، لان بقى ضغط غير عادي من الاجهزه الفنيه محدش يمكن بياخد باله منها، يعني اقوى من الجمهور. اللي كنت بتتعامل من الاجهزه الفنيه بتبقى صعبه جدا. صحيح. فالحكم اللي شخصيته مش قويه مش هيقدر يعمل مباراه قويه. فنمره واحد لازم الدعم من الحكم نفسه، لازم يكتب كل حاجه بتحصل واخد القرارات جوه الملعب، على الاقل بيساعدني انا كمسابقات ان اجيلي التقرير واضح، بتقدر تاخد القرار وبتطبق اللائحه اللي بعتناها للانديه. انما الناس بتبقى في بعض الحاجات وبعدين افاجئ ان الحكم مش كاتب حاجه، فبالتالي ما بتاخدش قرار، فالناس بتهاجمني انا على ان انا ما خدتش القرار، مش بيهاجم ان ما خدش القرار اصلا وما كتبش في تقريره. طبعا الامور دي كلها، فنمره واحد الحكام، نمره اثنين لجنه الحكام لازم طبعا بتدعم الحكام بتاعتها، والراجل اللي بيجيد لازم تكافئه. صحيح. واحنا شفنا في الدوري الانجليزي عدد الحكام اللي بيتحكم في الدوري الانجليزي قليل جدا. صحيح. فما ينفعش، لازم بقى ان احنا عندنا 1000 حكم كل الحكام اتعودوا انهم كلهم عايزين يلعبوا دوري ممتاز. ودي حاجه مستحيله. صح. لان الراجل برضه في الاجتماع قال لك الحكم زي اللعيب، ما ينفعش اديله مباراه والعدد اللي عندي لو كل الحكام هياخد، يبقى كل حكم المفروض ياخد على كل 4 5 جولات هياخد مباراه. فهيبعد عن حساسيه الملعب. ولو اديتهم في القسم الثاني كل الحكام يبقى مش هطلع حكام صغيرين في القسم الثاني. صحيح. عشان يرقيهم للدوري الممتاز. صحيح. وانا بعمل بعد حكام علشان يبقوا دوليين في 2026. فلازم اخد من جيل صغير. يعني الراجل برضه عنده حساباته بس برضه عنده الوقت ولازم الناس تدعمه. طيب كابتن عامر، اتقال انه في انديه كتير بتبعت ترفض حكام بعينها لمبارياتها بسبب سوابق مع النادي ده. اتحاد الكره في الظروف اللي زي دي بيبقى موقفه ايه؟ لا رسمي ما فيش حاجه بتجيلنا خالص ان نادي عايز حكم. حاجه بتتعمل من ورانا زي حاجه ثانيه، انما رسمي ما فيش حد دلوقتي يقول انا مش عايز الحكم ده. يعني ما جتليش انا لغايه دلوقتي، ما جتليش بالربط يعني. ان حد مش عايز حكم معين. لكن عادي ده كلام اعلام بس. كل الحكام بتحكم الانديه كلها. طيب